السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. تعرفوا انتوما للأسبوع القادم يوم الأحد سوف يكون ما يسمى عيد الأضحى أو العيد الكبير أو عيد الحجاج أو عيد النحر أو عيد القربان، هي كلها أسماء لعيد واحد معروف عند المسلمين اللي هو عيد تقديم قربان لإله الإسلام. تعرفوا اللي في هذا اليوم كل عام يتذبح أكثر من 100 مليون خروف، ما غير ما نتكلموا على الحج اللي يتم ذبح تقريبا 2 ملايين ل3 ملايين خروف ذلك اليوم قربانا لإله الإسلام. تعرفوا اللي هذه العادة أو هذه السنة، خاطر هنا العلماء بعضهم يقول علماء المسلمين بين قوسين يقول إنها واجب، والبعض الآخر يقول إنها سنة أكيدة، ولكن ما هو أكيد إن بالإجماع وبالعادات والتقاليد نجم نسميها أصبحت وإن لم تكن سنة واجبة على كل عائلة مسلمة. هذه مسألة واضحة لاحظوها من المحيط إلى الخليج، إن في هذا اليوم يتم ذبح عشرات الملايين من الخرفان قربانا لله، والمشكلة اللي يقوم بعملية الذبح دائما يكون تقريبا رب الأسرة أو الأب متاع العائلة الذي يشتري خروف لأولاده ويتعودون عليه مدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ثم يتم ذبح ذلك الخروف أمام أعينهم ويتم سلخه ويتم إخراج أمعائه أمام أعين أطفال قد يكون سنهم حتى سنة أو أقل من سنة، ويتم في بعض العادات والتقاليد تلطيخ أيدينا الأطفال بالدماء لكي يتبركون إلى هذا الإله العظيم إله الإسلام بالدم قربانا له وطاعة واستسلام. هذه العادة أو السنة أو نجم نقولها المعتقد الإسلامي ليس إنتاج إسلامي، معناتها هو اللي جا بيه. نعرف احنا اللي مسألة تقديم القرابين مسألة قديمة، معناتها نجم نقولوا على حسب قدم الإنسان اللي ظهر على هذه الأرض، وكانت البشرية قبل قديما تقدم عديد معناتها من أنواع القرابين، سواء القرابين الحيوانية أو غير الحيوانية أو حتى الإنسانية. نشوفوا احنا في الحضارة البابلية القديمة كانوا يقدموا الأب، يقدم الابن الأكبر قربانا للإله اللي يؤمن به، وهذه معناتها مسألة كانت عادية في ذلك الوقت أن يذبح الابن قربان للإله الذي يعتبر مصدر الوجود ومصدر الحياة. وأنا معناتها ما نجمش نفهم في عصري الآن كيف يتم التقرب لإله من المفروض إنه أعطى الحياة بسلب الحياة لإنسان أو لحيوان أعطت له هذه الحياة من طرف هذا الإله. المهم احنا ما يهمناش هذيك معناتها معتقدات قديمة، واحنا اللي يهمنا هو عصرنا الحاضر والوقت الحاضر واللي يهمنا المستقبل. على حسب الأسطورة الدينية سواء الإسلامية أو اليهودية، إن إبراهيم جاء وأوقف مسألة تقديم الإنسان كقربان وتم تعويضه بالخروف اللي حسب القرآن تقرأه في القرآن، معناتها أنه أرسل إليه فهمت خروف لكي يذبح في مكان إسماعيل في بعض الروايات وإسحاق في بعض الروايات حتى المصادر الإسلامية.
صحيح أن اليهود يقولوا الذبيح هو إسحاق، بينما في المصادر الإسلامية نجد اختلاف هل هو إسحاق أم إسماعيل. أما هناك نوعا ما من الإجماع عند المسلمين أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه الابن الأكبر، وحسب العادات القديمة أن دائما القربان يكون للابن الأكبر، بينما في المصادر اليهودية يقول إنه ليس إسماعيل وإنما إسحاق. وعند اليهود عادة ذبح الخروف موجودة، ولكن لا ليس بالطريقة الإسلامية وإنما بطريقة أخرى، إن الراهب أو ما يسمى ممثل الدين يذبح خروف باسم كل اليهود في العالم، ولا ليس كل يهودي أو كل عائلة يهودية تذبح خروف أو تقدم قربان خروف، بينما عند المسلمين الأمر يختلف. احنا نعرف أن الإسلام في الأول أراد أن يتقرب لليهود والنصارى وأخذ منهم كثير من الأشياء، وحتى أن القبلة كانت نحو البيت المقدس. وعندما يئس محمد من جعل اليهود والنصارى يؤمنون بالرسالة الذي جاء بها أو الذي يدعيها، تغير كليا وبدل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة، وأخذ العادات والتقاليد العربية، لأن رأى أن كثير من الذين يؤمنون برسالته هم من العرب، والذين لهم عادات وتقاليد قبل الإسلام، منها الحج ومنها الذبح. يعني الذبح القربان كانت عن تقبل العرب في موسم الحج، يعني اللي تشوفوا فيه توا الدوران حول الكعبة والصفا والمروة. الصفا والمروة شنو هي؟ كانت صنمين، وكانوا يسعون يعني من بينهم، حتى مثلا الرجم ووقفة عرفات وتقديم القربان، كلها هذه الأمور عادات عربية، وتقديس الحجر الأسود أو ما يسمى فهمت الحجر اللي جاء من الجنة، هذا الحجر الذي يدعي المسلمين أنه جاء مع آدم من الجنة، وأنه عندما نزل الأرض أصبح أسود بذنوب البشر. والوقفة التعرفات الذي يدعي الروايات الإسلامية أن فيها التقى آدم بحواء، لهذا اسمه عرفات، لأنه تعارف بعد أن تم طردهم من الجنة. وحسب الروايات والخرافات اللي موجودة في الكتب التاريخية أنهم نزلوا كل معناتها آدم نزل في بلاد وحواء نزلت في بلاد، وبدأوا معناتها في حالة سفر إلى أن التقوا في ذلك المكان، وهناك تم بناء ما يسمى بيت الرحمن الكعبة، وتم وضع ذلك الحجر الذي هو جاء به، وكل الخرافات التي تعرفونها عن الإسلام، واللي هي عبارة على قصص موجودة من قبل وتم أعطاها صبغة دينية وصبغة مقدسة. المهم احنا نعرف اللي قصة الذبح متاع إبراهيم جاءت لإيقاف ما يسمى ذبح البشر، يعني كان قبل عند البابليين يذبحوا الابن الأكبر، فوقعت ما يسمى بهذه القصة، إن إبراهيم رأى في المنام إنه يذبح ابنه، وإنه جاب شي يذبحه، يا أخي الله الرحمن الرحيم فهمت يبعث له خروف باش يذبحه في بلاصته. من وقتها تبدلت الحكاية، ما عادش يذبحوا البشر وإنما يذبحوا لله قربان اللي هو الخروف أو أي حيوان آخر، أما من المفضل أن يكون خروف. وزيد على ذلك إن الابن الذكر أصبح يطهروه، يعني في عوض يقصوله رأسه، يقصوله رأس الذكر متاعه، مش رأسه هو الجلد الزايدة، يقصوها عبارة على عقد بين الله وبين البشر. وهذه العادة نلقاها عند الساميين، عند اليهود وعند المسلمين وبعض الأقباط وغيرهم من الشعوب التي موجودة في الشرق الأوسط، وأصبحت هذه العادة موجودة. وجاء محمد وجعلها سنة، وكان محمد في المدينة كان يذبح خروف باسم المسلمين الذين لا يستطيعون الذبح، لأنه هو يقول في الإسلام إن ما نستطاع
معناتها حتى فما أحاديث تؤكد أن الذي يستطيع ولم يضحي لا تقبل صلاته. فهمت؟ ولهذا احنا ما نشوفش ندخلوا في المتاهات، هل هي واجبة أم سنة أكيدة أم غير واجبة، أو هل هي واجبة للأشخاص الذي يذهبون للحج فقط أم هي واجبة على جميع المسلمين، لأن هذه الأمور نجم نقول تجاوزها الوقت، لأن احنا وقت ننظر على عين الواقع نلقاو أن تقريبا كل العائلات حتى اللي ما عندهاش إمكانيات باش تذبح معناتها تذبح الخروف وتوفر الأموال وتحرم أولادها وتحرم أنف معناتها تحرم روحها من 20,000 حاجة، وحتى أنها تتسلف وتعمل ديون لكي تقوم بهذه العادة فهمت السيئة والعادة الإجرامية لقتل وذبح خروف وتجرية الدم كما نقول احنا أمام باب البيت أو في البيت من أجل إرضاء كبرياء هذا الإله الإسلامي المجرم الذي لا يؤمن إلا بالدم. لاحظوا احنا حاجة أخرى يعني في المسألة هذه، يعني صحيح أن إبراهيم على حسب الأسطورة أنه معناتها بدل ذبح البشر بذبح الخروف، ولكن نلاحظ أن محمد زاد على ذلك شيء آخر، وهو ما يسمى بالتقدم بقربان لله لذبح عدو الإسلام. فهمت؟ يعني هذه لاحظوها في الإسلام، الإسلام زادها، نجم نقولوا هذه إبداع إسلامي، أنك تجي تذبح إنسان أنت تتهمه بالزندقة أو بالكفر وتقدمه قربانا لله. ونعرفوا اللي احنا معناتها المسألة هذه معناتها معروفة حتى في قصة في التاريخ متاع خالد القصري وهو قائد أموي معروف، انه معناتها جاء في يوم من الأيام وجاب معناتها شخص أحد الأشخاص المعروفين هو من أصل فارسي والذي هو عنده معناتها فكر يخالف الفكر متاع الأمويين والإسلام اللي كان موجود في ذلك الوقت. فهمت؟ أحد الأشخاص معروف جعد ابن درهم، هذا الشخص الذي أنكر أو يدعى أنه أنكر أو أول بعض النصوص القرآنية في فهمها واتهم بالزندقة والكفر، ولقد جاء به خالد القصري وربطه عند المنبر يوم العيد عيد الأضحى، وبعد أن انتهى الخطبة قال أنتم سوف تضحيون، معناتها تضحيوا بالخرفانة بتاعكم، وأنا سوف أضحي بهذا الكافر الزنديق جعد ابن درهم. وبالفعل بعد انتهاء الصلاة والخطبة خرج بهذا الشخص الذي أول القرآن وأنكر حسب ادعائهم لبعض أشياء موجودة في القرآن، مثل ما تكليم الله لموسى أو اتخذ فهمت الله إبراهيم خليلا وذبحوا أمام المسجد قربانا لله. ونعرف احنا في التاريخ الإسلامي كان يتقدم يعني وكان يعني في التاريخ الإسلامي كان يتقدم برؤوس الكفار أو الزنادقة أو ما يتهمون بالإلحاد أو يتهمون بالكفر أو خروج عن الملة، كان يتقدم بقرب معناتها برؤوسهم قربانا لله، وهذه العادة معروفة إلى يومنا هذا، وانتم شفتوها في العراق والشام كيف يتباهون بالرؤوس، وتعرفوا عندما في الحروب الإسلامية كان يرفعون معناتها الرؤوس على الرماح، وهذه مسألة موجودة. ولكن المشكلة إن في الإسلام هذه العادة أصبحت نجم نقول من الدين الإسلامي، فهمت؟ من الدين الإسلامي أصبحت، وأصبحت يعني مسألة مقدسة. نعرف احنا الإجرام موجود في كل الشعوب، يعني نجم نقول المغول وتهجم كانوا يمثلون بأعدائهم أو الرومان أو البيزنطيين، ولكن تلك كانت أفعال همجية ليس بدافع ديني وبدافع عقيدة وبدافع إيمان وبدافع أمر إلهي. احنا عندما ننظر القرآن فهمت يقول لك أضرب معنى الرقاب، ولا ننظر الأحاديث من يأتيني برأس فلان أو من يأتيني برأس فلان، يعني هذه الأمور
معناتها موجوده في القران. فانت حتى مثلا ذبح الخروف هي عمليه نجم نقولوا تعود على الذبح والقتل. فهمت؟ وتجي آية قرآنية تقول لك وصلي لربك وانحر. فهمت؟ صحيح أن هنا المسلمين يفسروها أنها نحر تاع عيد الأضحى، ولكن تنجم تكون زادة نحر للعدو. فهمت؟ قطع رأس العدو، واللي هي تعتبر نفس قيمة هي والصلاة، يعني أنك تصلي وتنحر. والنحر هو معروف هو قطع الرأس وهو الذبح، والتي هي عيد من أعياد المسلمين. عمركم شي شفتوا معناتها شعوب عندها عيد النحر؟ فهمت؟ يعني الشعوب عندها عدة أعياد، عندها عيد الحب، عيد الأم، عيد المرأة، عيد الرجل، عيد الإنسانية، عيد أي حاجة أخرى. فهمت؟ بينما المسلمين وحتى هم يسميوه العيد الكبير، يعني نجم نقولوا إن أحسن عيد وأفضل عيد عند المسلمين هو عيد النحر. فهمت؟ يعني عيد القتل، عيد الدم، يعني العباد يشوفوا فيه الدم يجري، ولاد صغار يشوفوا الدم يجري. كيفاش من بعد ما تسألش تقول علاش الولاد ولاو مجرمين؟ علاش الولاد ولا الأطفال واللي ما عادش عندهم قلب، ما عادش عندهم إحساس؟ هو علوش ولا خروف معناتها تربى معاه وليد صغير، فهمت؟ تربى معاه وكبر معاه، حتى مع الساعات تعود عليه جمعة جمعتين، ساعات حتى شهر، ساعات حتى شهرين، من بعد يجيو يذبحوه له قدامه ويشوف الدم يجري وياكل من لحمه. المشكل ياكل من لحمه، يعني الاجرام يبنيوه في الوليد، يبنيوه. المشكله ان هذه العاده موجوده حتى في اوروبا، يعني في اوروبا انا مانيش فاهم القوانين كيف تسمح. يعني كل الشعوب عندها جزار، فهمت؟ نقول كل الشعوب، فهم شعوب ما عندهاش جزار، جمله واحده كما الهند فما مناطق في الهند، فهمت؟ عندما تقول لهم جزار يتعجبوا، يقول لك يعني كيفاش فما جزار عندكم في بلادكم؟ خاطر هو ما ياكلوش الحيوان جمله واحده، فهمت؟ يعني ما ياكلوش الحيوان جمله واحده. لكن نتكلم بصفه عامه، يعني باش تكون الامور واضحه، تلقى فما جزار عندهم جزار، يعني الجزار خدمته جزار يذبح. الا في العالم بين قوسين العربي الاسلامي اللي ما تلقاش، فهمت؟ في عائلة ما فماش جزار، يا أما البو، يا أما الولد، يا أما الخو، يا أما العم، يا أما الخال، وساعات تلقاهم كلهم جزارة، فهمت؟ والوليد من الصغرى، فهمت؟ يتربى على الذبح. أنا نذكر وقت كنت صغير، كان معناتها الوالد نتاعي يقول لي شد معايا كذا، واذبح كذا، واعمل كذا، وأسلخ كذا، يعني كان يعني مسألة طريقة معناتها نتوارثوها ونتعلموها. فهمت؟ باهي فما بعض الاولاد، بعض معناتها ما يعطيهمش قلبهم باش يعملوا هذاك الشيء، اما كثير منا فهمت تعلم الذبيحه وتعلم السلخ عن ابوه ولا عند عم ولا عند خال ولا عند واحد من العائله، اللي هي اصبحت ثقافه الذبح ثقافه يعني ما نتعجبوش فيها. فهمت؟ واحد يخرج في يده سكينه هكا كبرها، فهمت؟ وجاره يخرج قدامه يديه ملطخة بالدم وسرواله كله بالدم ويقول له عيدك مبارك خويا، كل عام وعاده علينا الله، فهمت؟ بالخير والبركة. فهمت؟ يعني عندها لازم نصوروا هذا الشيء ونوريوه للمسلم باش يفهم شنو قاعد يعمل. المشكل انه المسلم غير واعي بالاشياء اللي قاعد يعمل فيها، فهمت؟ غير واعي وغير مهتم للطبيعة متاع الطفل والأجيال اللي قاعد يربي فيها. صحيح فما توا عائلات كثيرة ما تذبحش، ومعناتها نجم نقولوا العلوش يجيها حاضر مذبوح، على الأقل أهون. أنا ما نقولش معناتها أنا مانيش معناتها ضد ماكلة اللحم وكذا، وباش نقول اللحم معناتها الحيوان وما الحيوان، لا، ولكن فما قواعد وفما أشياء خاصة فيما يخص الأطفال. فهمت؟ توا احنا كبار نفهموا، فهمت؟ بينما الطفل صغير عمره أنا نذكر قصة هذية معناتها الحقيقة معناتها وقعت لي إني، ورغم اللي كنت ملحد كنت نذبح وكنت نعمل العيد، ولكن يعني كعادة وتقاليد، وكنت نذبح قبل العيد. طبعا ما عادش، فهمت؟ اما كنت نذبح قبل العيد ولا بعد العيد، على خاطر انا ملحد وما نؤمنش بالدين، ولكن حبيت معناتها نحافظ على التقاليد
وكنت نذبح يعني بالسرقة على الأولاد، وبالفعل ذبحت وسلخت وكل شيء بالسرقة على الأولاد، قمت بكري وعملت الواحد، من بعد الرأس ما شفتوش خبيته في الـ في الـ في الفريجيدير، وبالصدفة عندي وليد صغير ولدي حل الفريجيدير فهمت وخزر للرأس. يا أخي قال لي بابا هذا مش العلوش متاعنا، فهمت؟ أنا دخلت بعضي، ما عادش أنا من نهارتها قررت ما عادش نذبح بالكل، فهمت؟ ما عادش نذبح. قال لي مش هذا العلوش متاعنا يعني، والوليد ما عنده وجه، وجهه ولا أصفر، فهمت؟ وجهه ولا أصفر يعني عمره تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين، وعمره معناتها أنا مذبحت أنا ذاك النهار هذاك العيد، قلت زعما زعما خليني ناكل شوية لحم وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ يعني في الحقيقة رانا مانيش نعرفوا، المسلمين بحد ذاتهم ما همش يعرفوا شنو قاعدين يخلقوا في الولد الصغير. يعني الولد الصغير وقتها ما يخافش من الدم، وقتها ما يخافش من الذبح، وقتها ما يخافش من السكينة، وقتها يلعب بالسكينة، فهمت؟ وعنده عادي، فهمت؟ حتى نذكر قصة أخرى مرة أن وليد يلعب مع وليد شد عليه السكينة يقول له باش نذبحك باش نعمل لك كخ، فهمت؟ يعني هذه الاشياء والديهم قاعدين يشوفوا ويضحكوا، قالوا شو 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 كيفاش يحب يذبحوا كيعلوا شو شو شو. يعني لازمكم تنتبهوا لهذه الامور اللي تعتبروها سهله وبسيطه، وانما تخلق في الطفل الصغير، وانا خاصه معناتها الطفل الصغير اللي هي الاجيال القادمه، تخلق فيهم نوع من الاجرام الطبيعي اللي يولي معناتها مغروس فيهم، فهمت؟ يعني اللعب بالسكينه عادي، الدم عادي، الذبح عادي، قتل الحيوان عادي. يعني احنا نشوفوا في بعض الفيديوهات ساعات على اليوتيوب ولاد صغار يشد حيوان يقتله، فهمت؟ عادي يشد حتى حيوان صغير، حتى حشرة صغيرة يبدا يتفنن في قتلها، ولا تلقاه كلب يعذب فيه. احنا نعرفوا اللي في البلدان بتاعنا، فهمت؟ القطاطس يعانيو، فهمت؟ القطاط اللي القطاطس احنا نسميهم قطاطس يعانيو، الكلاب يعانيو، الكلب يعني يبدا يتعدى يضربوه بالحجر، فهمت؟ القطوس يضربوه بالحجر، معناتها الحيوان ما عنده حتى قيمه. اذا هذوما اللي معناتها الثقافه نتاعهم مبنيه على اهانه وتعذيب وقتل الحيوان، حتى مثلا يقول لك تيات هذاك معناتها حيوان اقتله، فهمت؟ وهذه كلنا نلقاوه في الاحاديث وفي التربيه الاسلاميه. اش علينا انا في الاحاديث؟ انا ما يهمنيش فيه محمد ولا القران ولا حاجه، معناتها فيه جرائم به اوكي، هذه حاجه معناتها واضحه، فهمت؟ ولكن اعطيني التوى، فما كتب اخرى كما مثلا كتب اليهود فيه اجرام، لكن هل اليهود يطبقون الاجرام نتاعهم توا كما هو موجود في الكتب نتاعهم؟ مو يعتبروا تاريخ ومشى، ولا حتى الكتاب معناتها نتاع الهندوك، فهمت؟ يعني نتاع الهند يعني تلقى فيه معناتها ملاحم وحروب وامر بالقتل وغيرها تجد في الكتب القديمه المقدسه، ولكن هل يعتبرونه مجرد تاريخ معناتها اكل عليه الدهر وشرب، والا يعتبروه واقع وحقيقه حاليه؟ هذه المشكله. انا ديما نقول ما يهمنيش محمد عرس طفله صغيره عمرها 6 سنين، ما يهمنيش محمد كان يرفع الرؤوس، هذيك اموره الخاصه، اما ان تكون باسم الدين وباسم الاله وانها تكون مقدسه وانها تكون موجوده الى هذا اليوم، هذا هو المشكل الكبير، هذا هو المشكل الكبير اللي خلينا نعانيه منه، فهمت؟ يعني كل الشعوب باش نكونوا واضحين كانت معناتها نجم نقولوا احنا همجيه، فهمت؟ لو نرجعوا حتى قريب يعني 100 سنة كانوا يشدوا العبيد، كانوا يعذبوهم، كانوا يقصوا لهم رؤوسهم، كانوا يضربوهم، وكانوا هذه مسألة. لكن احنا لازمنا نجعلوا فاصل مع التاريخ، فهمت؟ المشكلة في الإسلام انه يقول لك صالح لكل زمان ومكان. الإنسان اللي يؤمن بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ويؤمن اللي في القرآن يجب أن يطبق في كل زمان ومكان، وأنه ما هو موجود حول التعامل مع المرأة وحول القتل وحول الجهاد وحول الحرب وحول كل شيء يجب أن يطبق اليوم وفي المستقبل، مع هؤلاء هناك مشكل كبير، بينما المسلم اللي يعتبر ذلك تاريخ وانتهى وأكل عليه الدهر وشرب، فهمت؟ لماذا معناتها هذا معناتها عبد معناتها النجم نقولوا النجم نتعايش معاه، ما عندي معاه حتى مشكلة، نعتبره غير مسلم، نعتبره غير مسلم رغم اللي يقول اللي هو مسلم، فهمت؟ اليوم نقرأ في
في الأخبار أن أحد الأشخاص معناتها في إيران تم قتله، فهمت، اسمه محسن أمير أصلاني، قتله لأنه أنكر ما يسمى أنه يونس خرج من بطن الحوت كما ذكر القرآن، فهمت، يعني تم إعدامه لأنه رغم اللي معناتها يؤمن بخرافات به، وتم اتهامه بعدة اتهامات أخرى لأنه كان يعالج الناس بالقرآن وبآيات قرآنية، فتم اتهامه بالسحر وغيرها من تلك الأمور. ولكن أنتم نفسكم في أحاديثكم، فهمت، تقول عندما تقرأ الآية الفلانية يفرج الله عليك، وعندما تفعل كذا يفرج الله عليك، أنتم نفسكم فهمت عندكم خرافات، ولكن أي واحد يخالف الخرافات نتاعكم يتم إعدامه، فهمت. توا صحيح أن داعش والدولة الإسلامية تعدم وكل شيء، حتى إيران نفس الشيء نفس الشيء، إلا أنهم فهمت لا فرق بين سني وشيعي إلا في طريقة القتل، فهمت، كل واحد كيفاش يقتل، كل واحد كيفاش يمنع الحرية، كل واحد كيفاش يمنع الإنسان باش يكون حر ويعبر على أفكاره، فهمت. هذوما يقتلوا بطريقة نجم نقولوا احنا يعتبرها البعض همجية، كيما نقولوا قطع اليد، السنة يجي يقص لك يدك هكاك بسيف، الشيعة زعما ضخموها، خلقوا أباري تقص اليد، آلة تقص اليد بطريقة نظيفة، فهمت، يعني ما يسمى معناتها تقنين، فهمت، عصرنة البربرية وعصرنة الهمجية الإسلامية الموجودة. إذا هذا العيد الذي سوف يذبح فيه أكثر من 100 مليون خروف في العالم العربي الإسلامي وفي أوروبا، فهمت، وفي أوروبا التي تدعي مع حماية الحيوان والتي تدعي فهمت تدعي الإنسانية، فتسمح فهمت في كثير من الدول ولا تعاقب عقاب معناتها حاسم، فهمت، الذبح الذي سوف يمارس على الحيوانات الأسبوع القادم وكل عام، فهمت، وكل عام. وهناك مثلا في الحج آلاف ملايين معناتها أكثر من 2 مليون خروف يذبح، بعضهم يتم فهمت تخزينهم والكثير منهم يتم حرقهم، فهمت، يعني تضيع يعني حرق، ولا خاطر ما ينجموش، خاصة عندما يكون العيد في الـ في الـ في, الـ في الصيف والسخانة ياسر، اللحم في ساعة يفسد، فهمت، يعني أنا مانيش فاهم حتى التوا اللي يدعون معناتها العصرنة كيف لا يفتون فتوى بتحريم هذا العيد، بتحريم يا سيدي في عوز تقتل خروف ادفع ثمنه، فهمت، ادفع ثمنه وتلك الأموال تذهب للفقراء والمساكين، وقتاش باش تتطوروا؟ راهو الإسلام كان مش باش يتطور سوف يضمحل، هذا أكيد أكيد 100%، لأن لا يمكن أن يتواصل هذا الإجرام، فهمت، وهذا التعدي على الطفولة وعلى الإنسانية وعلى البشرية وعلى جميع فهمت الحقوق، معناتها أبسط الحقوق الإنسانية أو الحيوانية، فهمت، تخلينا من هالإسلام هذا، فهمت، في الماضي، خلينا نفكروا توا في المستقبل، فهمت، كيفاش تربي ودك على الإجرام وعلى الدم وعلى الذبح؟ إلى متى تواصلوا على هذه الطريقة؟ وقتاش يا مسلمين باش تحلوا مخاخكم شوية؟ وقتاش باش تحلوا مخاخكم وتفهموا اللي هذا الدين فهمت ماهوش صالح، راهو انتوا ما كنتش قاعدين تشوفوا. ديما بعض المسلمين يقولوا لي لا وانت تبالغ وانت كذا، واحنا هنا مسلمين متفتحين. يا ولدي اسمعني، تحبوا تعرفوا الإسلام شنو هو؟ انا نوجه هذه معناتها تجربة لكل مسلم يدعي الانفتاح ويدعي نقول العصرنة، ان يقول لمن حوله انه ارتد عن الإسلام 3 أيام او حتى يوم، وسوف يفهم ما هي عقلية المسلم، لأن المشكل إنها العقل المسلم عقل مغيب ومعطل كليا، ولا يمكن أن يفهم ماذا معناتها يحدث، فهمت، يعني مثلا الذبح ما ينتبهش ليها، ما ينتبهش ولده يشوف ذبح دم، ما يموش، ما يعرفش اللي هو غرس في هذاك الولد، فهمت، الإجرام وجعله طبيعة فيه، فهمت، هاو الذبح، هاو الطهارة، هاو الأذن في الأذن، هاو هذاك حرام هذاك حلال، كل هذيك العوامل تخلي الإنسان فهمت يعيش في يكبر ويتربى على الكره،
فهمت؟ وذوك ما كفار، وذوك ما يهود، وذوك ما صهاينة، وذوك ما درش نوى، وذوك ما أعداء الله. هذاك الكل تربية، فهمت؟ في المجتمع، في المدرسة، في التلفزة، في الحي مع أخواته، تربيه على الكره وعلى الحقد وعلى الإجرام لكل من يخالفه وإن كان مسلم. نظن الفكرة واضحة، فهمت؟ متى يا أيها المسلمون، يعني تسميوا روحكم مسلمون، فهمت؟ تفيقوا على رواحكم وتفيقوا على الإجرام اللي قاعدين ترتكبوا فيه في العالم. راهو هذا كل الإجرام اللي يرتكب، فهمت، في داعش ولا في إيران ولا في غيرها، هو المصدر متاعه انتوما. انتوما هو المصدر نتاعو، انتوما قاعدين تربيو على اولادكم على الاجرام. اذا ما تقولش علاش ولدي عمل كذا، ولا علاش ولد فلان عمل كذا، ولا قتل فلان ولا قتل فلان، لانكم انتوما تربيو فيهم على الاجرام من الصغرى. نظن اللي الفكره واضحه، ومع فيديو قادم وبسلامه.